بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خدنا فكرة عن الانهيرتنس وعرفنا ايه هو الانهيرتنس، ما فيش اي مشكلة وكله تمام. وقلت لك لو انت لسه ما انتش فاهم استنى في الاكواد هتفهم اكتر. الانهيرتنس هو مجرد وراثة، حضرتك بتورث او حضرتك بتورث من كلاس، فمجرد ما تورث من الكلاس ده خلاص انت كده اكنك خدت منه كل حاجه فيه، حطيتها ايه؟ حطيتها عندك. نيجي نشوف مع بعض كده انا قصدي ايه. عندنا كلاس اسم ستودنت، خلينا بس ايه نخلي كل حاجه بابليك دلوقتي اهو، تمام. عندي بابليك اي دي وبابليك نيم وبابليك ايه فور. خلينا نشيل الانكابسوليشن دلوقتي، خلينا بس ايه ده كلاس اسم ستودنت فيه 3 اتريبيوت دول. خلينا نشيل كل حاجه في المين، تمام. خلينا نروح نعمل كمان ايه، كمان كلاس هسميه بيرسون في نفس ال 3 اتريبيوت، بس بدل الفون ممكن نحط انت، ممكن ايه يبقى ايج، تمام. نعمل اخر كلاس ونسميه يوزر، ممكن يكون في نفس كل اتريبيوت بس ما عدا الفون، نخليه ايه، نخليه سترينج ادرس، تمام. لو لاحظت معايا حضرتك هتلاقي ان البيرسون واليوزر والستودنت التلاته فيهم اي دي ونيم، لكن الاختلاف في ايه؟ بص معايا، لو جينا اسف ده علق ولا ايه؟ طب الستودنت مفيش اي مشكله. طيب ثواني هوقف بس لان بتاع دي علقت، هصلحها وارجع لكم مره تانيه. جميل، اهو الثري كلاسز بتوعنا اهو، عشان بس الموضوع يكون باين وواضح. ده اليوزر، تمام، والبيرسون ممكن اخليه تحت مفيش اي مشكله. بص معايا، لو انت جيت تبص هنا انا فتحت لك التلاته اهم عشان برضو ايه تبص. عندك ده الستودنت وده اليوزر وده البيرسون. عندك الستودنت في الثري اتريبيوت دول، واليوزر في الثري اتريبيوت دول، والايه والبيرسون في الثري اتريبيوت دول، صح؟ اللي متشابهين فيه هتلاقي هنا متشابهين مع دول، متشابهين مع دول، شايف؟ الثري كلاسز متشابهين في الثلاث متغيرات دول، في المتغيرين دول قصدي اللي هم الاي دي والنيم. لو رحت في المين، بص لو رحت في المين، خلي المين اخليها هنا، تمام اهو. بص معايا المين اهي، مش دي المين؟ ايوه دي المين. بص معايا المين اهي، اول حاجه هعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت، تمام اهو. ستودنت ستودنت ايكوال نيو ستودنت، تمام. لو قلت له ستودنت دوت اي دي ايكوال كام؟ ايكوال 1، تمام. وستودنت دوت نيم ايكوال وليكن احمد، تمام. وقلت له ستودنت دوت الفون ايكوال وليكن الرقم ده، حلو حلو، في الاخر سيمي كول. ده بالنسبه لايه؟ للستودنت. لو رحنا ناخد من البيرسون اهو، بيرسون بيرسون ايكوال نيو بيرسون، تمام. هيكون نفس ايه؟ نفس دول، باختلاف ايه؟ باختلاف الفون هيكون ايه؟ خلينا بس نغير دول، نخلي ده بيرسون 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 دوت ايه؟ بيرسون دوت الايج، الايج هيكون مثلا 21. ده بالنسبه لايه؟ للبيرسون. اخر واحد، اخر واحد معايا اللي هو اليوزر اهو، يوزر يوزر ايكوال نيو يوزر، حلو.
هاخد دول اهم كنترول في واخلي ده يوزر. حلو، بس اليوزر اخر واحد فيه مختلف اللي هو الادرس، هخليه مثلا ايجنت. حلو حلو. اذا انا عندي ثلاث اوبجكت، ده اوبجكت وده اوبجكت وده اوبجكت، في كل اوبجكت حاطط الداتا الخاصه بيه. لو انت لاحظت معايا هتلاقي ان كل اوبجكت استخدمت فيه المتغير بتاعته، الستودنت الاي دي والنيم والفون اهو. طب البيرسون الاي دي والنيم والايه. طب اليوزر الاي دي والنيم والادرس. في مشكله لغايه دلوقتي كله قديم. تمام، لاحظنا ان الثري كلاسز دول متشابهين في الايه، متشابهين في الاي دي والنيم. وده هل ده صح؟ غلط طبعا، لان انا ما ينفعش عندي في الاو بي، الاو بي بتقول لي انك ما تنفعش ايه تكرر الكود اكتر من مره في اكتر من كلاس. امال عاوز نعمل ايه؟ اعمل كلاس ايه رابع او سميه داتا مثلا. تمام اهو، مش ده الكلاس الرابع؟ ايوه، سميه داتا، حط فيه المتغيرات المتشابهه اهو. شلت الاي دي والنيم من هنا اهو، وهشيلهم من هنا خلاص، حطيتهم في الداتا، وهشيلهم من هنا اهو، حطيتهم فين اهو، محطوطين فين هنا. لو رحت في المين، لو رحت في المين تلاقي ان المين ان كل كلاس لما شلت منه الاي دي والنيم مش لاقيينه. تمام، طيب دلوقتي والداتا، طب ما الداتا اعمل دلوقتي، عاوزين نورز بقى، عاوزين الكلاس ده اللي هو الستودنت وكلاس البيرسون وكلاس اليوزر يورثوا من الداتا عشان يقدروا دول يكونوا عندي ايه، عندي موجودين. صح، عندك حق. تمام، اورث ازاي؟ هروح عند الكلاس اللي اسمه ستودنت واعمل اكستند. اكستند دي بتستخدمها عشان تقدر تورث من كلاس تاني، تورث من ايه، من الداتا اهو. بص انا اول ما عملت اكستند من الداتا شايف الستودنت يعني الستودنت بقى فيها الاي دي والنيم اهو، اكستند داتا بقى فيه الاي دي والنيم. تمام، شايف البيرسون لسه ما عملتش اكستند فجايب ايرور لان ما فيش في هنا اي دي ولا نيم. اعمل اكستند من الداتا، بص بقى فيه اي دي ونيم. اعمل هنا اكستند من الداتا يكون في اي دي ونيم. اذا لاحظت الفرق؟ لاحظت الفرق ازاي؟ ان هنا ما فيش غير فوق، هنا ما فيش غير ايه، هنا ما فيش غير ادرس. دي الاتريبيوت المختلفه ما بين كل كلاس، لكن المتشابه جمعته في كلاس اسمه داتا، اتجمع هنا اللي هو الاي دي والنيم. تمام، وبعدين رحت في الكلاس اللي انا عاوز يكون فيه الاي دي والنيم، عملت حاجه اسمها اكستند داتا. خلاص خد دول اللي جوه الكلاس ده حطهم هنا، وخد دول اللي جوه الكلاس دول حطهم هنا وهنا كذلك. فاروح في المين الاقي كل حاجه زي ما هي، اكنهم محطوطين هنا بالظبط. لكن ان حضرتك كنت تاخد دول تحطهم هنا مره وهنا مره وهنا مره، طبعا ما ينفعش. طبعا الموضوع ده مش هيظهر دلوقتي او مش هيبان فايدته دلوقتي. لما تشتغل على بروجكت كبير جدا وتلاقي فيه الكود بيتكرر اكتر من مره واكواد كبيره جدا، هتشوف فايده الانهيرتنس. الانهيرتنس يا جماعه مهم جدا ولازم تاخد بالك منه. حبيت بس اوضح الانهيرتنس بشكل مبدئي. الانهيرتنس لسه فيه كلام كتير، ولسه هنشوف الانهيرتنس مع كل حاجه فاتت. طبعا لازم كل حاجه فاتت تكون فيها قوي فيها زي ما شرحناها وزي ما فهمناها، لان احنا هنشتغل لسه الانهيرتنس مع الكونستراكتور، الانهيرتنس مع الفانكشنز، مع الاتريبيوت لسه، حتى لان انا لسه هعمل دي برايفت وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي، ولسه الكلام ده كله هنشوفه ان شاء الله في القادم باذن الله. اهم حاجه بس، اهم حاجه عندي ان حضرتك تفهم الانهيرتنس بشكل مبدئي، هو بيعمل ايه وبتستخدمه ليه وماشي ازاي. مش عاوزين نتكلم فيه اكتر من كده، لانه اصلا الانهيرتنس من اسمه بيدل على ايه، بيدل على الشغل بتاعه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.